صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وزع بعضهم ورقة فيها دعاء لحفظ القرآن، ويقول فيها: في ليلة الجمعة تقوم في الثلث الأخير وتصلي 4 ركعات، تقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة الدخان، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وألف لام ميم السجدة، وفي الثالثة. هذا من الخرافات، هذا من الخرافات التي لا أصل لها. وأنا قلت لكم الآن يستخدمون هذه الوسائل لنشر الكذب والافتراء على الناس، ويضعون هذه الأكاذيب، والمشكلة ينسبون للرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. أي كلام لا ينسب إلى الكتب الصحيحة لا تعبؤون به ولا تنظرون له. إذا شفتم كلام ولم ينسب إلى الكتب الصحيحة المعروفة فلا تنظروا إليه. نعم.